بضواحي مدينة ورزازات وعلى مرأى من قصر تيزكارت. محمد بن نور الفنان التشكيلي يستلهم من الواحات والمناظر الطبيعية لوحاته التشكيلية. أرسم الطبيعة، أرسم الرمز، أرسم الحركة، إلى غير ذلك. أجد نفسي بين مدرستين، مدرسة الواقعية الكلاسيكية وكما هو معروف، وبين التجريد. محمد بن نور الذي أبصر نور واحات درعا سنة 69 من القرن الماضي ترعرع وسط فضاءات تبقى مصدر إلهامه. الصخور، الرسومات في الأواني، في الصناعة التقليدية، في العمارة، في القصبات، في الوشم، في الحناء، يعني خارج الفضاء وهو في حرية تامة. ومن هنا أستلهم إبداعي. مرسم الفنان بن نور مؤثث بلوحات تفيض رومانسية صحراوية تتمازج بين المكونات الأمازيغية والإفريقية.